طبعا خليني اقدم لكم بطل من ابطال مصر البارالمبيين او اصحاب الاولمبيات الخاصه، واللي راح شارك في طبعا دوره الالعاب العالميه وحقق فضه في الدرجات في انهي سبق، في 5 كيلو في السبق، وهو بيلعب في نادي الصفا اللي في الهرم، ومن خلاله قدر يشترك في منتخب مصر ومنه ذهب للعالميه. نجم بطل هو طبعا اهلاوي وجاي النهارده البرنامج، وكان جايب علم النادي الاهلي معايا، البطل حسام شعبان. اهلا بيك يا حسام. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. نور حضرتك. قول لي بقى، انت النهارده جاي معاك العلم وجاي قناه النادي الاهلي، كنت مبسوط؟ مبسوط وفخور جدا ان انا يعني هطلع وحضرتك يعني هطلع معاك على الهواء طب لو قلت لك ان انا اللي ليا الشرف ان انا طالع معاك، هتصدقني ان انا اللي ليا الشرف اطلع معاك؟ احب حضرتك جدا حبيبي، انت موجود ومنورني ومنورني يا حبيبي، ومش هتبقى اول مره، لا ده احنا نبقى يعني هتبقى ضيفنا المستمر ان شاء الله. اكيد يعني ان شاء الله. طيب أكيد. انت بتشوف ماتشات الكوره؟ ماليش فيها، بس انا ليا في يعني في مش في يعني في حضرتك، انا يعني بحب الرياضه اللي هي مثلا زي الطرقات، كاراتيه، رفع اثقال، جيم. بتتفرج عليهم؟ بلعب. بتلعبهم كمان؟ ما شاء الله ما شاء الله يا حسام، برافو عليك. طيب قول لي يا حسام، انت بتلعب في نادي الصفا في الهرم، طب بدأت الدراجات ازاي؟ فاكر؟ كان يعني اللي دخلني فيها وخلاني اشارك فيها يعني الله يبارك له الكابتن طارق النجار، مدير النشاط الرياضي فعلا. عندي، وهو اللي زقني فيها، شجعني وحبيتها جدا، لانها كان طموحاتي في الدراجات دي من زمان كبير. انا من زمان وانا بلعب طرقات، يعني بلعب عجله لوحدي وبنزل امشي في الشارع، يعني بتمرن لوحدي، مش مشارك انا في مع حد. بس انت بتحب الدراجات لوحدي؟ طيب يعني وانت مسافر رايح المانيا مع الكباتن، كنت حاسس انت هتجيب ميداليه؟ حاسس ويعني قلبي كان يعني مشجعني جامد قوي فعلا. ان انا اروح يعني اروح واشارك وهكسب ويعني هكسب وهرفع راس مصر كلها، وطبعا ده شيء شرف جميل ليا.